بسم الله الرحمن الرحيم. عقدت لجنة الطوارئ العليا اجتماع اليوم بقاعة الصداقة برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة. واللجنة بتطلع في كل اجتماع الأوضاع بتاع التطور انتشار وباء كورونا في السودان والمجهودات المبذولة لمواجهة هذا الانتشار. كما تعلمون أن السيد وزير الصحة ووزارة الصحة أصدرت بيان فجر اليوم وأعلنت فيه أنه في حالتين جديدتين، وبالتالي بقت عندنا 14 حالة. المغلق في هذا الأمر هو ازدياد حالات للناس المصابين عبر الاختلاط وليس عبر السفر، لأنه كل الحالات الأولى كانت حالات قادمة من الخارج، ما كان عندنا انتقال محلي. الآن ثبت أنه عندنا بعض حالات الانتقال المحلي، وفي حالة من الحالات الجديدتين ما تم التأكد منها تماما، لكن حتى الآن لم يتم التأكد أنه قادم من سفر أو مخالط. رجل سبعيني، المعلومات متضاربة، لكن حتى الآن بيشتغلوا على المعلومات، لأنه مرات النفس نفسهم إما للخوف أو لعدم المعرفة ما بقدموا المعلومات الصحيحة يعني. ففي قلق من أنه في حالات بتاعت انتقال محلي، وبالتالي محتاج أنه نأخذ حذر ونأخذ مزيد من الإجراءات. أيضا استمعنا إلى تقارير وزارة الصحة، برضو قاعد تشير إشارة الليلة في تقريرها لزيادة قدرتها على مسألة الفحص الطبي، وفي حاجات جديدة حتدخل. الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المحلية في بعض المجالات، ومن بينها حتى الملابس الواقية، هناك نقص في المجالس الملابس الواقية للكوادر الطبية والكوادر المساعدة العاملة في المجال ده، ومحتاجة برضها إلى زيادة وتيرة العمل. اللجنة استمعت برضو لتقارير مختلفة، منها تقارير من لجنة الخدمات المسؤولة عن تجهيز مراكز العزل والإيواء، وهذه اللجنة بتعمل بجد واجتهاد شديدين، وقاعد تزيد في كل مرة من الإمكانيات المتوفرة للعزل والإيواء وللعلاج، وبتتوسع في ذلك، وقاعد تزيد الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز إذا احتجنا لها خلال الأيام القادمة. في ظاهرة مغلقة برضو أنه بعض لجان المقاومة في الأحياء قاعد ترفض للجان الهندسية ولجان الخدمات اللي شغالة في تجهيز المراكز، بيرفضوا أنه بعض المراكز الطبية والصحية في الأحياء أن تكون مركز للعزل والإيواء، وكأنه هذه المسألة بتنقل وصمة. أعتقد أنه محتاجين شغل توعية كثير لكي يتم توعية الناس في أنه ما في حي أفضل من حي، ولا في مدينة أفضل من مدينة، ونحن في ولاية الخرطوم محتاجين لمراكز عزل وإيماء ومراكز علاج، وبالتالي أي مراكز صحية وطبية أينما كانت إذا ثبت صلاحيتها بتصلح. وحق الناس يعني هذا التصرفات فيها أنانية شديدة وفيها جهل، والآن في ثلاثة مراكز اللجان الهندسية ما قدرت تشتغل فيها لأنه تم إيقافة من قبل لجان المقاومة في الأحياء، أو ناس على الأقل بيدعوا أنهم بينتسبوا إلى لجان المقاومة في الأحياء، وده مطلوب موضوع محتاج مجهودات. والاجتماع اتخذ قرار بأنه يتم توفير حماية أمنية للجان الشغالة في هذا المجال. أيضا كانت في شكوى من استمرار الاعتداء على الكوادر الصحية والطبية في وقت أن احنا محتاجين فيه لأي كادر طبي أو صحي يعني، برضو تم اتخاذ إجراءات وتفعيل قرار سابق بتوفير الحماية وتوفير وجود قوات شرطية بمستوى عالي في المراكز الصحية والطبية المختلفة. في حديث كثير جدا قاعد يدور منذ أيام عن هل سنصل إلى مرحلة الحظر الشامل، وده احتمال وارد أنه نحن نصل، نضطر إلى أنه نصل مرحلة الحظر الكامل والشامل، وده عايز استعدادات وعايز تجهيزات، لأنه في أشياء مترتبة عليه. في ناس رزقهم حيتوقف، دخلهم حيتوقف، في ناس ما حيقدروا يحصلوا على المطلوبات بتاعت المعيشة اليومية بتاعتهم، ولا بد أن الدولة تتولى ذلك. وزارة المالية قدمت تقرير عن مجهوداتها في توفير المبالغ المطلوبة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شغالة ضمن لجان أخرى معهم وزارة التجارة والصناعة في توفير السلع الأساسية للناس بحيث أن يحصلوا عليها بسهولة ويسر في أحيائهم وبأسعار معقولة، لأن دي كلها حتساعد في أن الناس يبقوا في بيوتهم وما يختلط. حتى في من الأشياء اللي اقترحت لم يحتسم تماما أنه على الأقل حتى نصل إلى مرحلة الحظر الشامل، قد نصل إلى مرحلة إغلاق كثير من الأسواق الما مرتبطة بالمعايشة اليومية للناس، بمعنى أنه ما يتبع البقالات مثلا والصيدليات وكده، هذه ستظل مفتوحة، لكن أسواق الأقمشة والذهب وغيرها من الممكن جدا أنه خلال الأيام القادمة يصدر قرار بإيقافة، لأنها الآن أكبر مراكز الإزدحام موجودة في هذه المناطق، ما دار أسميها لكن تم تسميتها داخل الاجتماع.
اللجنة لجنة الطوارئ العليا هتتخذ قرارات مهمة يوم الخميس الجاي. كلفت اللجان الشغالة في أنها تسارع في إعداد التقارير النهائية حتى يوم الخميس عشان نشوف يوم الخميس نتخذ القرار النهائي إذا كنا حندخل في حظر شامل أو نزيد ساعات الحظر أو نوع من أنواع الحظر الجزئي أو حتى ممكن في اقتراحات بإجازة للقطاع العام أو غيره. بكل حيتم بحثها إن شاء الله يوم الخميس القادم. شكراً.